بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الثاني. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه من اهتدى بهداه. هذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق يعني فرغ من خلق الخلق السماوات والأرض والمخلوقات كلها كما قال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام مستوى على العرش وجاء تفصيل خلقه في هذه الستة الأيام. لما خلق الخلق سبحانه كما جاء في القرآن والسنة كتب كتابا فهو عنده على العرش كتاب القضاء والقدر. هذا فيه إثبات القضاء والقدر وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في غيره أيضا مما شاء الله سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا وهو مكتوب. وهذا بعد خلق السماوات والأرض هو كتابة غير الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة العامة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وإنما هذه الكتابة المذكورة في هذا الحديث كتابة خاصة كتب في كتاب هذا فيه ذات الكتابة وأنها من أفعال الله سبحانه وتعالى. عنده فوق العرش، العرش هو عرش الرحمن سبحانه وهو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات وأعظمها أو عرش عظيم لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. والعرش في الأصل السرير الذي يجلس عليه الملك يسمى العرش، والمراد به هنا هذا المخلوق العظيم الذي استوى الله جل وعلا ويستوي عليه متى شاء سبحانه وتعالى. هو عنده هذا في إثبات العلو، في إثبات العلو لله واستوائه على العرش. لأن الله اختص هذا الكتاب عنده فإذا كان عنده فهذا يدل على أن هذا الكتاب على أن هذا الكتاب في مكان
في مكان قريب من الله سبحانه وتعالى. وليس المراد عنده يعني في ملكه، لأن كل المخلوقات في ملكه، لكنه اختص بعض الأشياء لأنها عنده، مثل بعض الملائكة المقربين من عنده لا يستكبرون عن عبادته، اختص بعض الأشياء لأنها عنده مقربة، وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. مضمون هذا الكتاب: إن رحمتي سبقت غضبي. هذا فيه وصف الله جل وعلا بهاتين الصفتين، الرحمة والغضب، أنه يرحم ويغضب سبحانه، وهذه من صفات أفعاله جل وعلا، صفات فعلية، يرحم إذا شاء ويغضب إذا شاء، صفتان لله عز وجل فريقان بجلاله، ليست كرحمة المخلوق ولا كغضب المخلوق، وإنما هما يليقان بجلال الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الرحمة سبقت الغضب، الله يحب أن يرحم عباده. إذا هم فعلوا الأسباب التي تسبب الرحمة، أما إذا فعلوا أسباب الغضب من المعاصي والمخالفات إن الله يغضب عليهم. الرحمة لها أسباب والغضب له أسباب، الأعمال الصالحة سبب لرحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وللغضب أسبابه، والكفر والشرك والمعاصي إنها تغضب الله جل وعلا. وفيه أن الله يحب أن يرحم عباده ولا يحب أن يعذبهم، يحب أن يرحمهم لا يحب أن يعذبهم، وهذا من فضله سبحانه وكرمه على عباده. إلا إذا تركوا أسباب الرحمة وفعلوا أسباب الغضب فهم الذين جنوا على أنفسهم، والله جل وعلا لا يعذب أحدا وهو ظالم له، لا يعذب أحدا بدون سبب، وإنما يعذب على أسباب تقتضي الغضب من الله سبحانه وتعالى، وهي الكفر والشرك والنفاق والمعاصي، كلها تسبب غضب الله جل وعلا. لكن الله يحب أن يعفو ويحب أن يغفر إذا تابوا إليه وأنابوا إليه واستغفروه، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم، وهذا أحب إليه سبحانه وتعالى. عفو يحب العفو، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو. والله يحب العفو، يحب المغفرة والرحمة لعباده، هذا من كرمه وجوده، وإلا هو ليس بحاجة إلى عباده، بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى، فهو يحب لهم ما يصلحهم، يحب لهم أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم، أن ينعمهم بالجنة إذا هم تقربوا إليه وتابوا إليه واستغفروه، فإن الله سبحانه يتوب،
ولذلك حث عباده على التوبة وحث عباده على الاستغفار ونهاهم عن المعاصي وأمرهم بالطاعات، كل ذلك من لطفه سبحانه وتعالى ومحبته للمغفرة، محبته للعفو. هذا من صفاته سبحانه وتعالى العظيمة. نعم. وله ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرقم 100 جزءا فأمسك عنده 99 جزءا وعزه في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الطرائق حتى ترفع الكافة حافظها عن ولدها خشية أن تصيبا. نعم، هذا حديث عظيم فيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. شوف، لها أسباب. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لها أسباب رحمة، لها أسباب، وهي رحمة واسعة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وهذه الرحمة في هذا الحديث المتفق عليه أنها 100 جزء، 100 رحمة، منها رحمة واحدة أنزلها الله في الأرض، وعنده 99 رحمة ادخرها سبحانه يوم القيامة. وهذه الرحمة التي أنزلها في الأرض من آثارها تراحم المخلوقات، تراحم المخلوقات، هذا من أثر رحمة الله جل وعلا. حتى إن الدابة، الدابة البهيمة التي ليس عندها عقل، ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، لأنها ترحمه، رحمة طبيعية جعلها الله فيها من آثار هذه الرحمة التي أنزلها الله سبحانه، يتراحم بها العباد فيما بينهم. فإذا كانت هذه آثار رحمة واحدة فكيف ببقية الرحمة التي عنده سبحانه وتعالى؟ في يوم القيامة ينضم هذه الرحمة إلى ما عنده سبحانه، تكون 100 رحمة، تكون 100 رحمة يرحم بها من يستحق الرحمة من عبادي الذين فعلوا الأسباب في هذه الدنيا برحمة الله عز وجل، تابوا واستغفروا ورجعوا إلى الله وأصلحوا أعمالهم. هذا يدل، هذا الحديث فيه وصف الله بالرحمة وأنها رحمة عظيمة، وأن الله يرحم في الدنيا ورحمته في الآخرة أعظم، رحمته في الآخرة أعظم. فمن لم تسعه رحمة الله فإنه خاسر، لا خير فيه. الله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء: ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، إذا تراحموا رحمهم الله. هذا من أسباب الرحمة، أن العباد يتراحمون فيما بينهم، يرحم بعضهم بعضا. الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم
من في السماء. نعم. ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة سباقها بين السماء والأرض وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. نعم كل رحمة واسعة. الرحمة الواحدة تسع السماوات والأرض طباق السماوات والأرض. فإذا كان يوم القيامة تكاملت الرحمة 100 رحمة انضم الجزء الذي أنزله في الأرض إلى ما في السماء فصارت 100 رحمة في الآخرة. هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل. وهذا أيضا يجعل الإنسان لا يقنط من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال يعقوب عليه السلام ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في هذا الحديث وما جاء بمعناه أن المسلم لا يقنط من رحمة الله ولا يقول خلاص فات علي. إذا حصل منه ذنب يتعاظم ذنبه ويترك التوبة ويقول لن يغفر لي ثم يترك التوبة ويقنط من رحمة الله عز وجل، بل عليه أن يتوب ويرجو رحمة الله مهما كان ذنبه ومهما كانت معصيته. فإذا تاب منها تاب الله عليه. المشرك إذا تاب والكافر والمنافق والزاني والسارق وشارب الخمر وأكل الربا إذا تابوا تاب الله عليه ولا يتعاظم ذنوبه ويترك التوبة ويقنط من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لا ييأس من روح الله إلا قوم كافرون. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. ولكن الإنسان لا يعتمد على سعة رحمة الله يتهاون بالمعاصي، فإن الله كما أنه واسع المغفرة هو شديد العقاب. يقول ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. شديد العقاب. فلا الإنسان لا يعتمد على سعة الرحمة ويتساهل في المعاصي، بل عليه أن يخاف من العذاب ويرجو الرحمة. يجمع بين الأمرين الخوف والرجاء، خوف من عذاب الله والرجاء لرحمة الله، يكون متعادل لا يخاف خوفا يقنطه من رحمة الله ولا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكما أن الله واسع الرحمة واسع المغفرة فهو شديد العقاب سبحانه وتعالى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. جمع بينهما في آية واحدة.
ذو مغفرة للناس وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فلا تنسى هذا, لا تنسى هذا الجمع بين الخوف والرجاء متعادلين لا يغلب أحدهما على الآخر. قالوا إلا عند الموت, إذا الإنسان عجز عن العمل عند الموت يغلب جانب الرجاء. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا عجز عن العمل وحضره الموت يغلب جانب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف. أما ما دام على قيد الحياة ومتمكن من العمل والتوبة من الذنوب فإنه يكون بين الخوف والرجاء. الرجاء المحمود هو الذي لا يأمن صاحبه من غضب الله وعقوبه, والخوف المحمود هو الذي لا يقنط صاحبه من رحمة الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أقم بها قومة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسنات في الآخرة ويعتقه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. نعم. هذا فرق ما بين المسلم والكافر. فالكافر إذا عمل حسنة في هذه الدنيا, عمل حسنة في هذه الدنيا بأن أطعم جائعا أو كسى عاريا أو سقى عطشان, هذه حسنة, هذا إحسان إلى الناس. وإن كان من كافر فإن الله جل وعلا لا يضيع لديه عمل عامل. الكافر إذا أحسن في هذه الدنيا تعجل له جزاؤه, عجل له جزاؤه فيعطى بها طعمة في هذه الدنيا, إما بأن يطول عمره أو يتسع رزقه أو غير ذلك من مصالح الدنيا تعجل له حسناته, لأن الله لا يظلم أحدا. أما المؤمن إذا عمل حسنات فإن الله يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة فيدخر له حسناته في الآخرة, لأن جزاء الآخرة خير وأحسن, ولا يحرمه من الجزاء أيضا في الدنيا, فيعجل له شيئا من الجزاء في هذه الدنيا من سعة الرزق والصحة والعافية. فالله يعطي المؤمن على حسناته في الدنيا والآخرة, ولكن يكون في الآخرة أكثر مما يعطيه في الدنيا, خلاف الكافر إن الله يعطيه في الدنيا وأما في الآخرة فيحرمه من رحمته وجنته. هذا ما يدل عليه الحديث, وهذا يدل على سعة فضل الله وأنه يشمل حتى أعداء الله والكفار. كفار الله جل وعلا يرزقهم وينعم عليهم في هذه الدنيا ويصح أبدانهم, هذا من إحسانه وفضله سبحانه وتعالى, ولا يعاجلهم بالعقوبة. نعم. وله عنه مرفوعا إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا فيه وصف الله بالرضا, لا يرضى عن العبد, فيه وصف الله بالرضا, صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى.
فيرضى عن العبد، يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، يعني يرضى عن العبد الذي يشكر النعم، يشكر النعم. هذا فيه مشروعية الشكر لله عز وجل، مشروعية الحمد عند الأكل والشرب. فإذا أكل يقول الحمد لله، وإذا شرب يقول الحمد لله، كما أنه عند البداية يقول بسم الله، فيبدأ الأكل والشرب ببسم الله، وينهي الأكل والشرب بالحمد لله. هذا من آداب الإسلام، لأن هذا الأكل وهذا الشرب ما وصل إليك إلا بفضل الله سبحانه، هو الذي خلقه، وهو الذي يسره لك، وهو الذي مكنك منه، وهو الذي ينفعك به إذا أكلته أو شربته، ينفعك به في جسمك، ويغذيك به، ويخلصك من أذاه. كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهو فضله وإحسانه. وإذا حمدته وشكرته فإن الله يرضى عنك. هذا فيه وصف الله بالرضا، وفيه مشروعية الحمد لله على الأكل والشراب. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حطت السماء ومطل ما أنت يطر، ما فيها وضع أصابع، ما فيها وضع أصابع إلا وفيه ملك سالم لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لبقيتم قليلا ولبقيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. على حديث عظيم فيه أن أنها أطت السماء. الأطيط هو صوت الرحل، في الأصل صوت الرحل للراكب، إذا الراكب أثقل الرحل يصير للرحل صوت يسمى بالأطيط، من شدة التحمل. وهنا يقول أطت السماء، يعني صار لها صوت من شدة التحمل، مع قوتها، مع قوة السماء وسعتها، فإنها تئط بالملائكة الذين خلقهم الله وأسكنهم في السماوات. والملائكة من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهم خلق وجند من خلق الله سبحانه وتعالى، لا نراهم ولكننا نؤمن بهم. والإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان، ومنها الإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله من نور
وخلق الجن من النار، وخلق بني آدم مما تعلمون من تراب كما في الحديث الصحيح. فالملائكة خلقهم الله من نور خلاف الجن. الجن أيضا من عالم الغيب، الجن والشياطين من عالم الغيب، ولكن الله خلقهم من مارج من نار. خلق الجان من مارج من نار، من اللهب، لهب النار المرتفع، مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، منها عالم الغيب ومنها عالم الشهادة، ومن عالم الغيب الملائكة. فنؤمن بهم كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيح. فالذي لا يؤمن بالملائكة هذا كافر بالله عز وجل. الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، الملائكة رسل، الله سبحانه وتعالى خلقهم لمهمات، ومن مهماتهم أن الله يرسلهم بأوامره سبحانه وتعالى. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، هم رسل عليهم الصلاة والسلام، وهم يعبدون الله عز وجل، يعبدون الله. قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا وصف الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون من التسبيح. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. عن صفة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ومنهم هؤلاء الذين هم يشتغلون بعبادة الله، ما في السماء من موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لله عز وجل. هذا به دليل على كثرة الملائكة، على كثرة أعداد الملائكة، وفيه دليل على فضل الملائكة وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى لا يفترون عن عبادته وينفذون أوامره سبحانه في الخلق والكون. فهم جند من جند الله عز وجل، يجب الإيمان بهم كما جاء ذكرهم في القرآن الكريم، والإيمان بأعمالهم التي يقومون بها مما جاء تفصيله القرآن الكريم والسنة النبوية. فالذي لا يؤمن بالملائكة أو يؤولهم، لأن فيه من الفلاسفة، فيه من الفلاسفة من يؤول الملائكة بأنها قوى الخير، القوى النفسانية التي في الإنسان يسميها ملائكة، والقوى الشريرة التي في الإنسان يسميها الشياطين، ويقول ليس هناك شياطين يعني لهم أجسام ومخلوق، وليس هناك ملائكة مخلوقون لهم أجسام حسية، وإنما هي الهواجس اللي في الإنسان، هواجس الخير هواجس الشر. يقول هذه هي الملائكة، نسأل الله العافية. هذا من تأويل القرامطة والفلاسفة
الباطنية. ومع الأسف هذا موجود في تفسير المنار عند قصة آدم عليه السلام، ذكره صاحب المنار عن شيخه محمد عبده، وشيخه محمد عبده نقله من كتاب الإحياء للغزالي، والغزالي عنده فلسفة أثرت عليه، هذا منها، هذا مما أثر على الغزالي من أفكار الفلاسفة، نسأل الله العافية. فالحاصل أن الذي يفسر الملائكة بأنها هي القوى النفسانية هذا إن كان متعمدا لهذا الشيء فهو كافر، وإن كان مقلدا فهو ضال، فهو ضال ومخطئ. يجب أن نعرف أفكار الفلاسفة ونعرف الوحي المنزل من عند الله ونفرق بينهم. هذا الإيمان بالملائكة، هذا الحديث يدل على وجوب الإيمان بالملائكة وكثرتهم، أنهم يملؤون السماوات على سعتها، وفيه دليل على فضلهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسجدون لله عز وجل ويتعبدون دائما وأبدا، وينفذون ما يأمرهم الله به، فهم عالم شريف جليل من العالم الذي خلقه الله من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم آخر الحديث هذا متفق عليه، أما أوله هذا في السنن، لكن آخره متفق عليه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله. هذا فيه الخوف من أهوال يوم القيامة، الخوف من أهوال يوم القيامة وما فيها من الأخطار العظيمة. والله جل وعلا ذكر هذا في القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيوم القيامة فيه أهوال عظيمة ذكرها الله جل وعلا في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن لا نعلم منها مثل ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أشياء لم يطلع عليها غيره معجزة له صلى الله عليه وسلم، معجزة له صلى الله عليه وسلم، أطلعه من أمور الآخرة على ما لم نطلع عليه رحمة بنا، لأنه لو أطلعنا على هذه الأشياء لحدث لنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. تجأرون يعني ترفعون أصواتكم بالبكاء والتضرع من شدة الخوف، فالأمر شديد والخطب هائل، فيجب على المسلم أن يستعد لهذه الأهوال وهذه الأخطار التي هو قادم عليه. مما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه عذاب القبر، القبر فيه عجائب لا يعلمها إلا الله من أحوال الموتى
الذين يعذبون والذين ينعمون. عجائب، نحن لا نحس بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء من ذلك حينما مر على قبرين، فقال إنهما ليعذبان. أن نمر على القبور ولا نحس بشيء، مع أنها إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. حتى لو حفرت القبر طلعت الميت ما حسيت بشيء، مع أنه إما في نعيم وإما في عذاب، لأن هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما نراه نحن، حجبه الله عنا. وقد يحصل شيء من الاطلاع على عذاب القبر لبعض الناس من باب العظة، وهذا شيء معروف. من أراد يعرف شيء من هذا فليراجع كتاب أهوال القبور للحافظ ابن رجب رحمه الله، وغيره من الكتب المؤلفة لهذه الأمور، يعتبر ويتعظ. مع أنه قليل مما غيب عنا ولم نعلمه، لما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميم، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. هذا سبب من أسباب عذاب القبر، النميمة هو عدم التنزه والاستبراء من البول، لأن عذاب القبر له أسباب، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا مما أطلعه الله عليه، وقال لولا ألا تدافنوا فسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو صلى الله عليه وسلم يطلع على أشياء أطلعه الله عليه، معجزة له صلى الله عليه وسلم. نحن لا نطيق أن نسمعها أو نراها، رحمة من الله عز وجل حجبها عنا، ولكن هذه تنكشف لنا عند الموت. هذا المغيب ينكشف عند الموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الميت يعاين عند الموت، يعاين الملائكة، ويعاين إن كان من أهل الخير يعاين منزلته عند الله، وإن كان من أهل الشر يعاين، وإذا وضع في قبره يعاين هذه الأمور. أما ما دام على قيد الحياة فإن الله حجب هذه الأمور عنه، ما يدري عنها، رحمة به. وإلا لو درى ورعاها ما عاش ولا تلذذ بأكل ولا شرب ولا شيء. نعم. ولمسلم عن جبير رضي الله عنه مرفوعا قال رجل والله ما يفتح الله من فلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أرفض لفلان، إني قد غفرت له وأحفظت أملك. نعم، هذا فيه سعة مغفرة الله عز وجل، وأنه لا يقنط أحد من رحمة الله، ولا يقنط الناس من رحمة الله، بل يحثهم على التوبة والاستغفار، ألا يقول أنتم مآلكم إلى النار ومآلكم. حتى الكافر ما تقول له كذب، كافر ما تقول له كذب، تقول له تب إلى الله، أسلم، تنجو من النار، تدعوه إلى الله عز وجل. فكيف بالمؤمن تقنطه من رحمة الله؟ إذا رأيته على معصية فحثه على التوبة والاستغفار، وخوفه من العذاب. أما إنك تجزم بأنه لن يغفر له وتحلف زيادة على ذلك، تحلف، فهذا من الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى، هذا إساءة في حق الله، كأنه يمنع الله من أن يغفر
حلف على الله يمنعه من أن يغفر لفلان، هذا إساءة أدب مع الله جل وعلا، وفيه قنوط من رحمة الله، مع أن هذا الشخص الذي قال هذه الكلمة قالها من باب الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يرى أخاه على بني إسرائيل، يرى أخاه على المعصية فينهى أبى أن يترك المعصية، فعند ذلك غضب عليه وقال والله لا يغفر الله لفلان، نسأل الله العافية. الله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى عليه، هذا استنكار من الله جل وعلا، يتألى يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، لما أساء الأدب مع الله وقنط من رحمة الله، الله جل وعلا يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لما قنط من رحمة الله فإن الله أحبط عمله، نسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه مسائل، فيه أولا سعة رحمة الله عز وجل، وأن العاصي لا يقنط منها، لكن ليس معناه أنه يقيم على معصيته، لا يقنط من رحمة الله لكن يتوب إلى الله إذا كان يريد الرحمة من مكر الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يقنط الناس من رحمة الله مهما رأى عليهم من المعاصي والمخالفات، فإنه يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالتوبة ويحببهم إلى التوبة ويرغبهم في ثواب الله وفضله، ولا يقنطهم من رحمة الله أو يحلف إنهم لا يغفر لهم، نسأل الله العافية. هذا الحديث فيه سعة رحمة الله عز وجل، وفيه تحريم القنوط من رحمة الله، وفيه أنه لا يجوز الحلف على الله لمنعه جل وعلا من فعل المغفرة والتوبة والإفضال على عباده. أما الحلف على الله أن يفعل الخير وينزل الخير فهذا لا بأس، قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، هذا في 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 الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل، فإذا حلفت على الله أنه يعمل أنه يفعل الخير بعباده ويغفر لهم ويرحمهم فهذا من حسن الظن بالله عز وجل وليس هو من سوء الظن بالله عز وجل، هذا الفرق، فرق بين الحالتين، وهذا الجمع بين الحديثين، والله لا يغفر الله لفلان هذا أحبط الله عمله، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، هذا في الرجاء، رجاء الخير من الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله عز وجل. وفي الحديث خطر الكلام، في الحديث خطر الكلام السيء، وأنه خطر عظيم، وعلى المسلم أنه يحفظ نفسه من الكلام السيء في حق الله أو في حق العباد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يحفظ لسانه من أن يقول كلمة واحدة فيكتب الله له بها غضبه إلى يوم يلقاه، كلمة واحدة. قال أبو هريرة عند هذا الحديث هذا رجل قال كلمة أفسدت دنياه وآخرته، كلمة واحدة، ففيه خطر اللسان، فعلى الإنسان أنه يحفظ لسانه من الكلام السيء، لأنه ربما يقول كلمة تحبط عمله، لا يتساهل الإنسان بالكلام. وفي الحديث هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت،
يقول خيرا تكلم بالكلام الطيب أو يصمت يسلم من الشر. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طلع من جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما خلق من جنته أحد. الله جل وعلا واسع المغفرة وهو شديد العقاب، واسع المغفرة، لو علم المؤمن ما عند الله من الرحمة فإنه لو علم المؤمن ما عند الله من العذاب، لو علم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في رحمة الله أحد، ولو علم ما الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فهذا به دليل على سعة رحمة الله وعلى شدة غضب الله، وأن سعة الرحمة لا تحمل المؤمن على الأمن من مكر الله والتساهل في المعاصي والسيئات، وأن الخوف من عذاب الله لا يحمل العبد على القنوط من رحمة الله فيترك التوبة ويترك الاستغفار ويظن أنه لا يغفر له، أو أحد يقول له لا تستغفر ولا تتوب، مالك توبة، مالك يقنط من رحمة الله، هذا لا يجوز. الله جل وعلا فتح بابه للتائبين، فتح بابه للتائبين، وأيضا هو بين عذابه وشدة غضبه، وهذا من حكمته سبحانه من أجل أن يرغب العباد في الأعمال الصالحة وينفرهم من الأعمال السيئة. ولهذا القرآن مملوء من آيات الوعد وآيات الوعيد، وغالبا ما يأتي ذكر النار أو غالبا ما يأتي ذكر الجنة بعد ذكر النار، يذكر الله النار وما فيها من العذاب ثم يذكر الجنة وما فيها من النعيم، تجد هذا في الآيات المتجاورات في القرآن. من أجل أي شيء؟ ما هي الحكمة؟ من أجل أن المسلم يرجو ويخاف، فإذا قرأ النار وما فيها من العذاب فإنه يتوب إلى الله ويستغفر ولا يقنط من رحمة الله، وإذا قرأ الجنة وما فيها من النعيم يطمع في رحمة الله فيعمل الأعمال الصالحة. فإذا ذكر النار تاب من الذنوب، وإذا ذكر الجنة أكثر من الحسنات، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين الأمرين. نعم. وكذلك الدعاة إلى الله والوعاظ ما يعتمدون على آيات الوعيد فقط ويخوفون الناس ولا يفتحون لهم باب الرجاء باب الطمع في رحمة الله، بل يرغبونهم ويرهبونهم، يجمعون بين هذا وهذا، لا يقتصرون على الوعيد وعلى آيات العذاب ولا يقتصرون على آيات الرحمة وآيات الثواب، بل يجمعون بين هذا وهذا، يخوفون الناس ويرجونهم رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب من الدعاة والوعاظ والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، إنهم يرهبون الناس ويرهبونهم ويخوفونهم، يجمعون بين الأمرين. نعم. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من فراش نعله، والنار مثل ذلك.
هذا الحديث فيه قرب الجنة من الإنسان وقرب النار من الإنسان، وذلك أنه إذا مات إن كان صالحا دخل الجنة، وإن كان غير صالح دخل النار بالموت، والموت قريب ربما يكون في لحظة. أنت آمن ومطمئن وآكل وشارب ومستصح، ثم يفجأك الموت، تؤول إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار في لحظة واحدة. الجنة قريبة والنار قريبة، ما بينك وبينهن إلا الموت، والموت قريب ما تدري في أي لحظة ينزل عليك. وإذا نزل عليك الموت إما أن تفضي إلى الجنة وإما أن تفضي إلى النار، فلا توسع الأمل في هذه الدنيا، تبسط النفس في هذه الدنيا وتستبعد الموت، ولا سمعت ذكر النار تقول هي هذه ريبة بعيدة يوم القيامة، أو ذكر الجنة يقول هي هذه في يوم القيامة بات عليا، لا هذه قريبة منك، ربما في لحظتك هذه تموت وتؤول إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار. النار أدنى إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة أدنى إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. في قصة الرجلين الذين مر على صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء يقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا خلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما عندي شيء يقرب، قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. قال الشيخ رحمه الله عند هذا الحديث فيه قرب النار والجنة إلى الإنسان، ما بينه وبين إلا أن نقتل ودخل الجنة، وإذاك الله دخل النار، تجاوز الصنم ودخل في النار والعياذ بالله. الأمور قريبة، ولا تفتح لنفسك باب الأمل، تستبعد الموت، وإذا سمعت بالجنة والنار قلت هذا في يوم القيامة، بين وبينها وقت ومسافات، لا ينفتح عليك هذا الهاجس، فتتمادى في الذنوب والغفلة عن الآخرة وعن الموت. كن دائما على ذكر للجنة والنار، وأنهما قريبتان منك، وأنك ما بينك وبينهن إلا أن تقبض الروح ثم تؤول إليهما إلى إحداهما. أكون على حذر دائما وأبدا، تصور الجنة وتصور النار دائما، تصور الجنة فاعمل الأعمال الصالحة، تصور النار تب إلى الله واستغفر من ذنوبك، لئلا يفجأك الأمر وأنت على حالة غير مرضية. وإذا وقع الإنسان في ذنب فلا يمهل، يقول أنا شاب أتوب إلى الله إن شاء الله في بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنين، إذا كبرت أتوب إلى الله، وش اللي يضمن لك أنك تدرك ما قلت؟ الله جل وعلا يقول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب فأولئك يتوب الله عليه. أما اللي يفتح لنفسه باب الأمل يقول أتوب بعدين، يجيه الشيطان يقول أنت شاب أول عمرك، إلى صار بآخر عمرك تب إلى الله واحسن خاتمك، أما الآن تمتع بشهواتك ولا تضيد على نفسك، يجيها الشيطان يقول لك من الذي يضمن له أنه سيمتد عمره إلى أن يشيخ وإلى أن يكبر؟ من الذي يضمن له أنه يطلع مع هالباب؟ من يضمن لك أنك تطلع مع باب المسجد؟ ما تدري كم من واحد مات وهو جالس مع الناس،
في لحظة. الآجال بيد الله سبحانه وتعالى، وقد أخفاها عنا، ما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري بأي أرض تموت، أما هنا ولا هناك ما تدري، عليك بالمبادرة بالتوبة. نعم. فهذا فيه، هذا الحديث فيه اليقين الجنة والنار، وفيه الحث على الإسراع بالأعمال الصالحة والإسراع بالتوبة من الأعمال السيئة، وأن النار والجنة يبدأان من حين يموت الإنسان في القبر. في القبر يجيه نصيبه من الجنة ونصيبه من النار، ويصير قبره إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والقبر هو أول منازل الآخرة، قبر هو أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة تبغي امرأتك اليوم. يكفي، نقف عند هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: هل المؤمن إذا كان عليه الذنوب يكتفى بما يحصل له من عذاب القبر؟ نعم. هل المؤمن إذا كان عليه الذنوب يكتفى بما يحصل له من عذاب القبر؟ المؤمن نعم، قد يمحص من الذنوب لعذاب القبر. عذاب القبر هو أحد الممحصات والمخلصات من الذنوب. نعم. تبارك الله. هل يجوز الحكم على الكافر المعين بعد الحكم أنه من أهل النار؟ إذا علمت أنه مات على الكفر، لأن أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مات على الكفر، إن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالنار نشهد له. أما الذي ما عندنا دليل، الله أعلم بحاله، لكن نخاف على المؤمن، نخاف على المسيء ونرجو للمحسن فقط، لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن تقول من مات على الكفر والشرك فهو من أهل النار على سبيل العموم، أما أنك تقول فلان من أهل النار أو فلان من أهل الجنة، أنت لا تقول هذا، ما تدري، ربما أن فلان اللي تحسن به أظن أنه ارتد قبل الموت وصار من أهل النار، وربما أن فلان اللي تسيء به أظن تاب الله عنه، كما في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نحن لا نشهد لمعين بأنه من أهل النار ولا لمعين بأنه من أهل الجنة، وإنما نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. نعم. وهذا باب من باب العقيدة، باب من باب العقيدة يذكرونه في العقائد. نعم. أحسن الله عليكم. في قوله تعالى: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، هل يكفر المقلد إذا كان يكفر؟ المقلد إذا كان يعلم إن من قلده على الكفر أو على الشرك فإنه يكفر، أما إذا كان أحسن الظن به ولا درى أنه على الكفر أو على الشرك فهذا يضلل، يقال ضال ولا يقال كافر، لا يقال كافر، لأنه يجهل، ما درى أن هذا الشخص أنه كافر أو هذا. كذلك طاعة المخلوق، طاعة الرؤساء والأمراء، طاعتهم
في المعصية أو تحليل الحرام أو تحريم الحلال، إذا علمت أنهم يحللون ما حرم الله ويحلون يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، إذا علم بهذا وتابعهم فهو مثلهم كافر. أما إذا ما علم أحسن الظن بهم ولا درى أنهم يحرمون ويحللون فهذا يعتبر من الضلال لكن لا يكفر. نعم. لهما جميعا، عذاب القبر على الروح وعلى البدن جميعا، وحتى لو صار البدن ترابا فإنه يعذب وهو تراب، الله قادر على كل شيء يعذبه وهو تراب. نعم. الملائكة أفضل من خالق البشر؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل ولا لا داعي للدخول فيها، الله أعلم. نعم. هناك فرق بين الملائكة والسكينة، كيف يمكن يا فضيلة الشيخ أن تنزل الملائكة وما هي أسباب هذا النزول؟ الملائكة تنزل معهم السكينة وهي الطمأنينة والهدوء، الملائكة تثبت الذين آمنوا وتطمئنهم وتسكنهم، تسكن قلوبهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين في المعارك واللقاء مع الأعداء، وتعينهم على القتال، تعينهم على قتل الكافر، تمكنهم من قتل الكافر، وتوقع الرعب في قلوب الكفار. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم جعل الله رحمة، هل كلمة جعل بمعنى خلق؟ جعل الله جعل الله رحمة الحديث، هل كلمة جعل بمعنى خلق؟ قال الرحمة مخلوقة من صفات الله جل وعلا. هناك رحمة من صفات الله عز وجل غير مخلوقة، وهناك رحمة مخلوقة، فالمطر من رحمة الله عز وجل، الجنة رحمة الله، قال الجنة أنت رحمتي، فهي رحمة مخلوقة، هي رحمة مخلوقة، وهي رحمة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بها يرحم عباده. نعم. هل يجوز هجر من عنده أخطاء في المنهج؟ نعم. هل يجوز هجر من عنده أخطاء في المنهج؟ هجره؟ بس المنهج الحين ما ندري عنه، انقسموا الشباب إلى أقسام، كل واحد يضلل للثاني. المنهج ما هو المنهج؟ هل هو منهج المعتزلة والخوارج وأهل الضلال؟ نعم، هذا يهجر صاحبه، أو هو منهج بس أنك تصورت أنه منهج ضلال وهو ما هو الضلال، يعني صار بينك وبينه سوء تفاهم ولا صار على مطلوبك وقلت هذا له منهج سيء، يجب أنه تحرر المناهج، منهج الحق ومنهج أهل الضلال، فمن كان على منهج أهل الضلال يلحق بهم ويهجر، خوارج ولا المعتزلة ولا شيعة ولا مرجئة ولا، ومن كان على منهج أهل الحق وأهل السنة والجماعة هذا يشجع ويدعى له ويعان، هذا هو الفارق بين الأمرين. أما المناهج موهومة بس إنه ما وافق على ما تريد يقول هذا منهج سيء، ولا ينبغي للإخوان أنهم يصير بينهم هذه الأمور من غير تحقيق في هذا الموضوع، بينوا لنا أن هؤلاء الأشخاص أنهم على منهج أهل الضلال نحن نهجرهم نحن وإياهم، وبينوا لنا أن هؤلاء على منهج الحق ونحن ننضم إليهم نحن وإياهم، أما مجرد بس شيء من الأنفس هذا يحتاج إلى تثبت يا عباد الله، ما ودنا عنا بالانقسام ولا ودنا بالشحنة بين
المسلمين ولا ودنا إلا على بصيرة على بينة. نعم. أحسن الله عليكم. ما معنى قول إن الدعوة إلى الله بالتوحيدية وما ضابطها؟ منهج الدعوة إلى الله، منهج الدعوة إلى الله، نحن ندعو إلى الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما ذكره الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا منهج الدعوة، ونأخذ تفصيل ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفسر هذه الآية الكريمة، ولا نحدث شيء من عندنا مناهج للدعوة من عندنا، وإنما نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. دعوة اتباع، ما هي بابتداع ولا ابتكار. أما وسائل الدعوة، بعض الناس يخلط بين وسائل الدعوة ومنهج الدعوة. منهج الدعوة توقيفي على ما جاء في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما وسائل الدعوة، وسائل التبليغ، كاتخاذ مكبرات الصوت أو الإذاعة، دعوة الناس بواسطة الإذاعة أو بواسطة مكبر الصوت، هذا ما كان موجود من قبل. أو تركب السيارة بدل الدابة تروح للبلد وتدعوهم إلى الله، تركب المركوبات الطائرة، هذه وسائل الدعوة، هذه مباحة، هذه مما أباح الله لنا نستعين بها على طاعة الله وعلى عبادة الله. الكتابة في الصحف، ما كانت الصحف موجودة من قبل، والمجلات، السيارة، هذه ما كانت موجودة من قبل، هذه من وسائل الدعوة نستخدمها، نكتب فيها، نرد فيها على أهل الباطل، تسير تروح في الآفاق وتنتشر. أما لو أن كتبت كتاب أو ألفت كتاب، هذا ما يصير مثل ما تصير الجرائد والمجلات. كتاب يبقى عندك ولا عند غيرك، ما يروح، لكن المجلات والجرائد هذه تروح تدخل على الناس بيوتهم داخل والخارج، فهي وسائل متاحة للدعوة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأحسن استعمالها. نعم. الله، هل في حديث جندب رد على الخوارج هل يدخلون في هذا الوعيد؟ هل ايش؟ هل في حديث جندب رد على الخوارج هل يدخلون في هذا الوعيد؟ ايش حديث جندب؟ الله ما يغفر الله لفلان. اي نعم، الخوارج يكفرون بالكبيرة، فهم قريبين من معنى الحديث، لأنهم يكفرون الناس ويقنطونهم بفعل الكبائر التي هي دون الشرك، فهو نوع من تقنيط. لكنهم ما حلفوا أن الله لا يغفر لفلان، ما حلفوا أن الله لا يغفر لفلان، ولا يمنعون من التوبة، من تاب لا يمنعونه من التوبة، لكن فيهم شبه من ناحية الحكم على الناس بالكفر بمجرد سيئات لا تصل إلى حد الكفر، إنما هي كبائر. أما أنهم يحلفون أن الله لا يغفر لفلان أو يجزمون أن هذا من أهل النار، ما سمعنا هذا عنه. نعم. يقول أيضا: تنصحون بقراءة تفسير المنار والكتب التي تنصحون بقراءتها خلال الإجازة؟ الكتب اللي فيها حق وباطل وفيها خلط لا تنبغي قراءتها إلا لأهل العلم المتمكنين الذين يستفيدون مما فيها من خير ويتجنبون ما فيها من شر. أما طلبة العلم المبتدئون الذين لا يميزون بين السيء والحسن من الأقوال، هؤلاء نوصيهم بتجنبها ويقتصرون على الكتب الموثوقة. نعم. هو من الكتب المشتملة على حق وباطل، فيه علم وخير كثير، وفيه أباطيل كثيرة
خصوصا آراء محمد عبده، غالبها سيء والعياذ بالله. نعم. أحسن الله عليكم، هل يجوز التسمي بعبد الرضا؟ لا يجوز التسمية، التعبيد لا يجوز التعبيد إلا لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. لا يجوز التعبيد عبد الحسين، عبد الرضا، عبد الرسول، لا يجوز هذا، إنما يقال عبد الله، عبد العزيز، عبد الحكيم، يعبد لله عز وجل. نعم. والرضا من أئمة أهل البيت، فهو عبد لمخلوق يجعلون، لأن يعني الرضا من أئمة أهل البيت، أنه يلقبون علي بن أبي طالب بالرضا أو أحد الأئمة. نعم. الحل اذبح ثانية، اذبح ثانية الآن قضى وتنحل المشكلة بإذن الله، تكون قضاء، تذبحها تكون قضاء، والتي مضت هذه صحيحة، والذبيحة الثانية تنضم إليها وتؤدي الواجب إن شاء الله. نعم. تبارك الله. يقول بعض الناس عند قول الإمام في آخر السورة: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك شهيد. فهل يجوز ذلك؟ ما ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام ما ثبت فلا يجوز ان يقال. نعم. انا من سكان مدينه الطائف، ولي منزل في قريه التي تبعد عن الطائف 75 كيلو تقريبا، ومن هذا المنزل كل شيء من ماكل وملبس، وانا اذهب له انا وعائلتي اكثر الاحيان في يوم الخميس والجمعه، فهل يجوز لي ان اقصر الصلاه؟ هذا اقل من مسافه قصر، 75 اقل من مسافه قصر، مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، هذا أقل من مسافة قصر، فلا تجمع ولا تقصر. نعم. بارك الله. شخص قتل والده عمدا، هل يجب قتله حتى لو تنازل عن الورثة؟ هذا عند القضاة، ما هو عندنا، واللي يحكمون بالقصاص. نعم. لكن القاعدة أن الوالد لا يقتل بولده، كما في الحديث لا يقتل، من السنة أن لا يقتل والد بولده، أما العكس وهو أن الولد يقتل بالوالد هذا يقتل مثل غيره، لعموم آيات القصاص، لعموم آيات القصاص فيقتل، لكن لازم من تحقيق بالمسألة ومعرفة هل ينطبق عليه الحكم أو لا ينطبق. نعم. أحسن الله عليكم. ولرد من فضيلتكم السائل حكم لعب ورقة البلوت، علماً بأني أطلب العلم ولا أبحث عن الصلاة ولا قراءة القرآن. سبحان الله، طالب علم وتلعب البلوت، هذا ما يليق بطلبة العلم، لعب البلوت ما يليق إلا بالسفهاء، لا تلعب البلوت وأنت قدوة، أنت طالب علم يقتدون بك الناس. نعم. تبارك الله. امرأة مات طفلها أثناء الولادة، حيث حدث له اختناق بسبب السوائل مصاحبته للولادة، هل عليها كفارة؟ لا، ما عليها كفارة، إذا مات بسبب الولادة ما عليها كفارة، ما جنت عليه. نعم. يقول: أنا رجل منتجب ومقبل على زواج، ومعي أبناء أخوان، ويريدون إحضار شعراء وما يسمى بالعرضة، وكلما نقشتهم على ذلك قالوا لي لن تخسر شيئا والذنب علينا، فماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ يجب عليك منعهم، الزواج لك أنت، امنعهم من هذا الشيء وسيمتنعون، ما دام أنك أنت اللي تبي تزوج فهم سيمتنعون من ذلك إذا منعتهم. نعم. ومعه ها؟ بالزواج ومعه إيه؟ مشاركين بالزواج على مرة واحدة؟ كيف يشاركونه بالزواج؟ بالزواج ها؟ بالزواج مع مريضة على نفس الليلة.
لا يتزوج معهم، ينفرد، يروح المحل آخر، يروح المحل آخر، يجعل زواجه في بيت آخر، هم مجبرين يصير معهم. نعم. أعوذ بالله. ذهبت أنا وأحد الزملاء إلى المسجد وقت صلاة الضحى لأداء الصلاة، هل نصلي جماعة أم كلنا على حدة؟ لا لا ما. لا تصلون الضحى جماعة، هذا ما ورد، كل يصلي على حدة. نعم. لأن بعض العلماء يقول إذا صار هذا ما هو بشيء ملتزم، إنما صادف بعض الأحيان أنهم اجتمعوا وصلوا نافلة، لا بأس، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم في بيتها، وصلى أنس ويتيم خلفه وأم سليم خلفه، هذا إذا فعل بعض الأحيان من غير التزام ومداومة لا بأس، أما أنه يلتزم ويداوم عليه ما يجوز هذا. نعم. دعوكم الله. سألني بعض أقاربي أنه في مكة ويريد أن يصلي الفريضة في المسجد الحرام ولم يدخل وقت صلاة الفريضة، فقلت له لا بد من سنة المسجد الحرام وهي الطواف، فهل هذا صحيح؟ ما هو بلا بد، طواف سنة ما هو واجب، ما هو بلا بد أنه يطوف، لكن الأفضل إذا كان قادما من سفر فالأفضل أنه يبدأ بالطواف، هذا هو الأفضل. أما إذا كان مقيم في مكة هذا يصلي تحية المسجد ويجلس، وإن أراد أنه يطوف يطوف. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.